مشروع الاستاذ مدحت صالح، في مشروع كمان كان الاستاذ علي الحجار عن 100 سنه هنا. ايه الاختلاف بين المشروعين؟ هل في تعارض؟ هل بيكملوا بعض؟ لان يمكن الاستاذ علي كان عنده المشروع ده من فتره طويله جدا برضو، وبيتكلم فيه في اطار الحفاظ على التراث المصري. طيب يعني فكرة الحفاظ على التراث، احنا موجودين طول الوقت بنعمل الحفلات وبنحيي الألحان والأغاني الكلاسيكية والقديمة والمعاصرة، لكن هو المشروع فكرة مدحت والأساتذة مختلف شوية عن مشروع الفنان علي الحجار اللي هو 100 سنة غنى. 100 سنة غنى هو بيتناول طبعا كل، يعني هو مفتوح على كل الألحان القديمة، وفكرة الألحان دي تقدم بصياغة حديثة أو صياغة جديدة، صياغة هارمونية، بيتعمل لها توزيع أوركسترالي. وبرضو موضوع مدحت يعني ده جزء أساسي فيه، إن الأغاني تتقدم برضو بتوزيع مختلف. يعني أنا مش شايف تعارض أو يعني اختلاف كبير ما بين المشروع ده والمشروع ده، لكن في الآخر إحنا كجمهور يعني إحنا كسبانين، إحنا نفسنا إن كل المغنيين وكل الفنانين اللي على مستوى الفنان مدحت صالح والفنان علي الحجار يعني يبقوا مهتمين إن هم يسمعونا التجارب الفنية العظيمة دي. والحقيقه الفنان علي الحجار عنده تجارب انا شخصيا بحبها جدا لاغاني قديمه، هو كان دايما بيحافظ على ان في كل البوم يعمل اغنيه من اغاني محمد فوزي، الموجي، عبد الوهاب. فالحقيقه دي حاجه مهمه جدا وجميله. وبعدين هقول لحضرتك حاجه، علي الحجار في منطقه المعاصره، بمعنى ان هو مغني الموسيقى العربيه بمراحل، مرحله الكلاسيكيات، وفي جزء من في مرحله من المراحل هي المعاصره اللي انا بعتبرها المعاصره، اللي هي علي الحجار، مدحت صالح، محمد الحلو، وهاني شاكر. المنطقه دي كان ده اسلوب يعني متطور عن ما قبله. علي الحجار كان دايما ياخد الاغاني القديمة ويعمل لها توزيع جديد. أنا في الوقت ده أنا كنت شاب، يعني أنا ما زلت طبعا شاب بس طبعا بس في الوقت ده أنا كنت في أغاني أول مرة سمعتها من علي الحجار بتوزيع بالتوزيع اللي هو الجديد دوت، وده خلاني أبحث عن الأغنية أو أبحث وأسمع بقى الفنانين الأصليين. والحقيقه انا حبيت التوزيعات اللي اتعملت في الوقت ده جدا جدا جدا. الموسيقى او التوزيع طول الوقت بيحصل فيه تغيرات، التطور التكنولوجي عامل طفره في الموسيقى على جميع المستويات، في التوزيع وفي الاصوات الالات، فلازم كل يعني، والالحان بتاعتنا غنيه لدرجه ان احنا نقدر نستخدمها مع كل تنوعات مختلفه. وده جزء مهم من الفن، ان انا اخد التيمة الاساسيه واعمل عليها تنوعات باشكال كتيره. ده فورم مهم جدا في الموسيقى، اللي هو الفاريشن اللي بيحصل على تيمة واحدة. فده موجود كمان من زمان، يعني بيتهوفن كان بيعمل تنويعات على لحن الموتزارت، وده كان مشهور في الكلاسيكات الموسيقى العالمية، يعني ان مؤلف ياخد لحن قديم ويبتدي يعمل عليه تنويعات. فهي الفكرة مش اول مرة تتعمل، لا تتعمل كتير، بس فكرة ان احنا نهتم بيها وتبقى هي هدف طول الوقت احنا بنشتغل عليها، متهيألي دي خطوه مهمه جدا. هل هتقعد مع استاذ علي فتتكلموا فممكن يبقى فيش يعني عنده هو كمان حاجه بيعملها بيقدمها، ولا انت برضو بس؟ لا بالعكس، احنا يعني احنا كدار الاوبرا، لا احنا مرحبين جدا باي فنان
حابب يعمل تجربه مهمه زي تجربه الاستاذ علي وتجربه الاستاذ مدحت. طبعا احنا داعمين ليها جدا جدا جدا. ودي مباراه بقى كده، احنا بقى هنشوف مباراه مين بقى هيعمل، هيختار اغاني اقرب، اغاني احلى، الموزع ده افضل ولا الموزع ده، طب الاغنيه دي لما توزعت هنا وتوزعت هنا، طب هنا احلى ولا هنا احلى، يعني في الاخر احنا المستفيدين، جمهور كسبان.